le couple sino-russe, une fois qu'il est vraiment bien structuré, devient une menace. Surtout que la Chine, elle investit partout en Afrique maintenant, mais c'est des investissements économiques. Et la Russie, elle est en train d'envahir l'Afrique, ou de se positionner en Afrique, sur le plan militaire. Je vois l'Afrique centrale, le Mali, le Libye, il y a beaucoup de conflits, le Mozambique, fait partout. هذه قضية تدمير الجيش. من وسائل تدمير الجيش هي بيان سور الدولة لا سوتريتانت نتاع الماريكان تركيا. علاش؟ لأن تركيا تتبنى كل الحركات الإسلامية المضادة للأنظمة نتاعها، من حركة النهضة لرشاد عندنا حنا، الغدوة الفيسكون يعاود يحيا، المقاريل جاب الله، البس عراقية وقندورة دير طرف الحياة. تركيا هنا تفينونسيك، تعطيك المعلومات، تخدم معك، تمانيبوليك. سي ان غران بيي، ما نكذبوش. سي دوفني ان غران بيي. تركيا او ميم طون تحارب الارهاب، او ميم طون تفينونسي داعش، او ميم طون تشيلهم السلاح، او ميم طون تدخل لهم المجاهدين، او ميم طون تهز المجاهدين تاع سوريا تجيبهم ليبيا خدامين عندها. يعني بور كون سوا كلار. دونك لو بوت ريال سي تو سامبلومون ديتروير. En détruisant l'armée nationale populaire, et l'une des victimes de l'Anahna, c'est Rderi, en détruisant l'armée populaire, en détruisant la plupart des officiers, leaders ou les grandes écoles russes, ils vont détruire à terme le partenariat algérien avec les Russes sur le plan de l'armement. Si le partenariat, il baisse, donc il va au niveau des achats, bien sûr, ils vont augmenter les services aussi. بعد تغيير السياسة شوية، يجيو des crédits d'achat d'armes pour le remplacement تاع les armes russes. Et dans ces cas-là, l'Algérie n'est plus une base probable pour les forces russes, ni un allié militaire droit en cas de conflit international, ni ne peut peser quelque chose s'il y a un conflit entre les Russes, etc. Ne pas l'avoir comme allié, mais surtout pas comme base arrière d'un ennemi. Mais c'est ça où je suis. حنا بكريكي كنا نقراو شويه بيان سور قبل ما يجي حنا البغال هادو اللي راهم يهضروا. تشرشيل ا ديسيدي دو بومباردي، سمعوا مليح، لا مارين فرونسيز اليي ليه في مرسل الكبير لا دوزيام غير مونديال. على بالكم علاه؟ اي فولي با كو سي جامي لي زالمون سون با دو مرسل الكبير اي دو سو بوزيسيوني بويس افوار اون فلوت ساجيه تحت يديهم في مرسل الكبير. على بالكم بلي من اكبر لي نيغوسياسيون سي اللي صرات بين الروس وبين لي زوكسيدونتو باش الروس تخلف لو كونفلي سيريان، باسكو هما اللي خلاوه يدخل، سيك تبقى عنده لا باز نتاعو تاع طرطوس في سوريا، لان سي لا سول باز اون ميديتيراني. بار كونتر عنده دي باز اوكسيليير كي بوف اتر اكتيفي ا نيمبورت كيل مومون، منهم الجزائر، لا ليبي ا اون ايبوك، اي برينسيبالمون l'Algérie. Les accords militaires prévoient bien sûr une collaboration militaire à outrance avec la Russie. Un mohem, chez les Bouteflika, ma habchi dirou, le chmir hadou d'orka, ramin le fidoufi, habab habba, bdah bagarat l'arkan hadak Allah, la yarhamou. D'ailleurs, bon, ana khaliq diya, mais j'aurais aimé une semaine à cache n'har, n'hakim l'hakim fi d'zayer, n'jib d'oum l'qabar n'taou, on paychou fi ahali l'bihar. Mais c'est un chien d'fin, l'ard t'ayyeba hadik. Voilà. Donc, en résumé, voilà la Russie. La Russie doit craindre pour ses relations commerciales et militaires avec l'Algérie nouvelle. Le jama'a li gada tghandak, ma ngoulkoumch ma tsma'houmch, ma ngoulkoumch tsma'houm, haja wahda barak. Conclusion, c'est simple. يا ني قرمح بونويرا، ني قرميط بونويرا، ني بوعلام تيتيش، ني سندريلا، ني الجن بالاحمر، ني ملك الجن اللي سكن الشيخ شميسو، ما كانش. ما كملوا تبعوا. المهم تحليل بسيط عطيناه لكم كمواطن جزائري بسيط. هلا tout simplement
شو نقول لكم، انا كاين انسان برك حقيقه يعني غايتني الحال عليه، سي بيان سي علي غديري، مي الي فيكتيم دو سيستيم هذا. ان شاء الله ربي يفك صراحو، مي بون ما نحبش نعلق اكثر. كون هضرت هكا قبيلات كون راني ديفلوبيت معاك بزاف، بصح حاب نقول حاجه وحده. لوجيكمون كميليتون كمناضل ضد النظام، نورمالمون ما ندخلش روحي في الموضوع هذا، وكونترير نقول لكم هي وفيديو وهاو فضحهم وزلزال في ليطا ماجور وتا تا 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 تا. كاينه حاجه لازم تفهموها يا الشعب الجزائري، مام الكذب كون يعود في مصلحتي ما نقبلوش، لانه عمره حاجه تبنى على الكذب راح توصل لبعيد. الكذب ما عندوش ساس، الكذب ما يبنيش، يقدر يعمي لمرحله معينه ما يبنيش. انا ما نسناش بنويرا قرميط هذا الكسندر لوغران ابو الدحداح الجديد تاع الاسلاميين، انا ما نسناش هو يقول لي ترافيك دو دروغ قلنا لكم قضيه المراديه، وما فيزيش شنقريحه وتبون قضيه لو نيو كولونياليزم. Il faut droguer la jeunesse algérienne. C'est un programme. تخدير الشباب الجزائري برنامج وليس آفة اجتماعية. إنه برنامج. هذا لازم تفهموه. إنه برنامج. قلناها لكم من عام التوت. قلنا لكم الجزائر هي اللي تخدم الكاشيات. يتخدموا في الجزائر. الجزائر تورد الكاشيات للمروك والتونس. مثلا، وهادو بكل على بالهم بهم، سي دو نوتوريتي بوبليك. انا من مصلحتي انا كمناضل، انا شنقريحه قلت لكم نحطوا نمدوا باطي فيون داشي للكلاب، ويجي واحد يقول لك شنقريحه وكذا، بيان سور نورمالمون نقول هي وصح وسمعنا وعندي معلومات، وقالوا لا لا كذب سي ان مونسونج. تجي تحبها تحوسوا تبنيو دولة مناضلين، حاطين رواحكم صح مناضلين، بون دو كافار، بون دو كافار، ربي ما يغفر لكمش فيها. جتروف ميم با كيفاش نكالي فيكم. نقول لكم حاجة، جي انفي دو فومير كي نخمم بلي هذه هي، هادو هما لي ميليتون دو لا كوز ناسيونال، زيطوط وهاد الجماعة اللي تهضر هادي، هذا بنستيرا وهذا عبود سمار وعبتو سمار وهشام، جي اونت